ومعنا من باريس السيد مهدي عقبائي، عضو المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، للحديث عن استمرار الاعتقالات والقبضة الأمنية ضد المتظاهرين وناشطي الرأي في إيران تزامنا مع انطلاق ثورة نوفمبر تشرين الثاني في إيران. مرحبا بك معنا. أهلا وسهلا، مرحبا بكم وتحية لكم المشاهدي قناة الرافدين. حياكم الله سيد مهدي. الاستخبارات الإيرانية تنفذ اعتقالات عشوائية في البلاد، طالت معارضين سياسيين، ما مسوغات هذه الحملة؟ نعم صحيح، كما ورد في تقريركم، نحن الآن في أيام ذكرى انتفاضة نوفمبر العام الماضي، وبهذه المناسبة بدأ قوات الأمنية التابعة للنظام حملة واسعة وموجة من الاعتقالات في صفوف المعارضين والشباب المشاركة في الانتفاضة، خوفا طبعا من خروج الناس إلى الشارع، خروج الشباب إلى الشارع وتفجر أوضاع المجتمع في مختلف مدن الإيرانية، وخاصة في هذه الأيام بمناسبة الذكرى سنوية الانتفاضة قام شباب الانتفاضة بسلسلة من الحالات الاستهداف ضد قوات الحرس ومراكز القمع أخرى في عدة مدن ومحافظات الإيرانية، منها في طهران، مرزداش، شيراز وكيش وسبزوار وإيزة وغيرها. بهذا السبب أعيد النظام اعتقال عدد من السجناء السياسيين ممن تم اطلاق سراهم سابقا. نعم. واستدعى عدد منهم خلال الأسبوع الماضي، كان أحد المعتقلين مصابا بسرطان الدم وكان اعتقاله يشكل خطرا كبيرا ويهدد حياته. هذا الاعتقالات الأمياء وغير شرعية تطال الشباب بذرائع مختلفة، كما أعدم النظام معتقلي الانتفاضة وأحكام بتر الأيدي وضرب الشباب وإذلالهم. نعم. أمام الملأ في الشوارع تحت مسميات المزهكة بلتجية، وهي محاولات يائسة للفاشية الدينية الحاكمة في إيران لخلق جو من الرعب ومن تسعيد الاحتجاجات والانتفاضات الشعبية. طبعا المقاومة الإيرانية دعت الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان ومفوضية السامية وكذلك الاتحاد الأوروبي إلى إدانة عمليات الإعدام الوحشية والاعتقالات التعسفية في إيران بشدة. نعم. وأرسل طيب. وفد تحقيق. طيب نعم. سيد مهدي، سأتطرق إلى هذا الموضوع وفيما إذا كانت هذه الجهات أدانت تلك الأفعال أم لا، لكن يبدو كما يقول مراقبون أن مخاوف السلطات الإيرانية من تجدد التظاهرات التي يبدو أنها كانت مؤثرة في تلك المرحلة ألجأتها إلى استخدام هذه الطريقة في قمعها. بالتأكيد الانتفاضة السنة الماضية وصلت النظام إلى قريب من السقوط الحتمي، وبهذه المناسبة وبهذا السبب النظام يخاف بشدة من شروع وخروج من جديد الناس إلى الانتفاضة الجديدة بقطاع وب مبررات مختلفة. النظام يحاول قمع الناس، مثلا كمثال بسيط عن ذلك، شكل النظام ثلاث مقرات وحول إيران البلد تماما إلى يعني منطقة عسكرية. مثلا الحرسي سلامي قائد قوات الحرس تحدث عن تدخل قوات الحرس في قضية مكافحة وباء كورونا، ولا ليس معلوم كيف كورونا يربط بالقوات الحرس الثوري الإرهابي. قال مهمة الحرس تصدي للكورونا، حيث الحقيقة هم يريدون تصدي على الانتفاضة وللتستر على هذه المهمة القمعية وتبريرها. قال السلامي سندير جميع مقرات البسيج وفي أحياء. نعم. والبالغ عددها 4 و
50,000 مقر من خلال التمركز في أحياء وتفقد المنازل للتعرف على كافة المرضى. وقال يعني نبحث منزل بمنزل للعثور على مرضى الكورونا، وواضح تماما للشعب الإيراني بأنهم يبحثون عن الشباب الانتفاضة ويريدون القيود عليهم واعتقالهم خوفا من الانتفاضة الشعبية. تمام سيد مهدي، أمام هذه الإجراءات من السلطات الإيرانية ومع وجود أعداد كبيرة من المعتقلين في السجون الإيرانية، ألا يتطلب، ونعود هنا إلى التدخل الدولي، المؤسسات التي ذكرتها قبل قليل، ألا يتطلب تدخلا فاعلا من هذه المؤسسات لإنقاذ هؤلاء، لا سيما مع وجود عقوبات كالإعدام على سبيل المثال والتي طالت بعض المعارضين الإيرانيين؟ بالتأكيد بالتأكيد، هذا الجهد الجهيد للمقاومة الإيرانية ولأنصار المقاومة في ساحة الدولية على الصعيد الدولي لتشجيع الجهات حقوق الإنسان والجهات الدولية منظمات دولية للتدخل والضغط على الملالي هيلولة دون إعدام الشباب الانتفاضة وهذه الاعتقالات التأسفية في إيران. لأن مثلا قبل شهر أو أكثر من شهر أعدم النظام نفيد أفكاري، وهو أحد شباب شارك في الانتفاضة في عام الماضي، وهذا بسبب فعاليات ونشاطات المقاومة الإيرانية أصبح حملة دولية كبيرة للضغط على الملالي، وكان هناك مشاركة سواء في داخل إيران من عن طريق شبكات الاجتماعية وسواء في على صعيد الدولي إدانة واستنكار هذه الإجراءات القمعية من قبل النظام الإيراني. إذن المطلوب كما قلت من جهات الدولية، أمين العام للأمم المتحدة ومفوض السامي لحقوق الإنسان، على إرسال وفد تحقيق دولي لزيارة السجون في إيران ومقابلة السجناء وخاصة المعتقلين السياسيين للكشف عن التعذيب والضغط اللي موجودة الآن حاليا على السجناء وهذه الاعتقالات التأسفية وإعدامات ممكن المتوقع أن يقوم بها النظام هيلولة دون وقوع انتفاضة جديدة في إيران. نعم. طيب مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي تحدث عن عزم الولايات المتحدة الأمريكية تجديد عقوباتها ضد طهران على خلفية القمع السياسي، هل تعتقدون أن هذه العقوبات ستستمر في عهد الإدارة الأمريكية المقبلة؟ هذا يعود إلى حكومة الأمريكية الحالية أو القادمة. نعم. ولكن نحن كمقاومة الإيرانية منذ زمن طويل كنا قلنا وأكدنا بأن هذا النظام الوحشي كل ما يكون أيديه مفتوحة يقوم بقمع الشعب الإيراني وإرسال قواته إلى دول المنطقة لتدخله التوسعي في تلك الدول ويقوم بقتل ومجازر في تلك الدول. إذن عليه أن يكون هناك ضغط مستمر وتحريمات مفروضة على النظام لمنعه من هذه الأعمال الإجرامية سواء قام في الداخل إيران أو الإرهاب في الخارج في دول المنطقة أو في العالم بأجمعه. إذن المطلوب من المجتمع الدولي استمرار الضغط على هذا النظام الوحشي. نعم السيد مهدي عقبائي عضو المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، شكرا جزيلا لك.